هل الفتاتين لهم صوابق جنائيه ام بس الرجاله هي اللي كان لها صوابق؟ الاربعه لهم صوابق جنائيه او الخمسه كمان للامانه سجلهم حافل بالسوابق المختلفه والمتنوعه ما بين الدعاره والمخدرات والسرقه ومحاولات قتل الاخرين، سجلهم حافل بالجرائم، سجل جنائي مليء بعدد كبير من الجرائم. سؤال يطرح نفسه على الساحة، لواء بحجم اللواء حسن العبيدي ازاي يسكن في منطقة شعبية مثل منطقة فيصل؟ طبعا ده احكي لي السؤال ده تم طرحه امام حضرتك اكثر من مرة، عايزين نعرف يعني اجابة حضرتك او وجهة نظر حضرتك. طبعا احييك على السؤال، ولكن طبيعة اهل اليمن ودي حاجة خاصة باهل اليمن ارجو ان هم يكونوا سامعيني ولو في حد له تصحيح يوضحه. طبيعة اهل اليمن التواضع والبساطة. طبيعة أهل اليمن يعني أنا التقيت مستشار رئاسة اليمني للشؤون القانونية وجلسنا معا، فوجئت بأن الرجل يصطحب سائقه معه في مأدبة الغزاء، شعب بسيط شعب طيب بيحب الخير للناس بيتواضع، عندهم عادي خالص السواق بتاعه يقعد معه على الأكل، عندهم الخادمة تقعد معهم على الأكل. منطقة فيصل بها عدد كبير من أشقاء المرحوم ومن أسرته ومن أهله ومن اليمنيين الموجودين في مصر، فهو أراد أن يعيش حياتهم وأن يكون في وسطهم، وده اللي متعرف عليه بينهم أن اللواء الشهيد كان خير حسن السمعة لا يفرط في الصلاة، مداوم على صلاة الجمعة، وده اللي خلاهم اكتشفوا أن, 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 أن هناك شيء قهري منعهم من أداء صلاة الجمعة، يعني هم اكتشفوا وفاته بعدما تخلف عن أداء صلاة الجمعة، فذهبوا إلى الشقة فوجدوا إن مفيش حد جوه فكسروا الباب فاكتشفوا الواقعة. إذن صلاة الرجل ومداومته عليها هي كانت سبب في أن يكتشفوا أنه تخلف عن الصلاة، ومن ثم حدث له شيء قهري لأنه لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يتخلف عن الصلاة حتى أثناء الحروب، كما تعلم وكما يعلم جميع المشاهدين أنه هو العدو الأول للحوثيين وأنه خاض أمامهم كثير من المعارك، فهذه المعارك لم تمنعهم من أداء الصلاة، فماذا الذي منع حسن العبيدي من النزول إلى صلاة الجمعة؟ إذن هناك خط وأمر جسيم، فذهب شقيقه إلى الشقة وبصحبته حارس العقار وآخرين وفتحوا الشقة فوجدوه ملقى جثة هامدة على الأرض بصورة بشعة جدا كما أشرت. المجرمين القتلة السفاحين ارتكبوا أبشع جريمة لا تمت للشعب المصري بصلة ولا تمت للشعب العربي بصلة، قتلوه قتلة شنيعة وجردوه من ملابسه السفلية وحاولوا التمثيل به قبل وفاته وحاولوا إكراهه وبالفعل أكرهوه على أن يعطيهم مفتاح الخزنة. يعني تم ضبط المتهمين بعد الإعلان عن القضية بوقت قصير جدا، يعني تواصل بقى حضرتك مع الأسرة اتكلموا في إيه بالظبط أو أهم النقاط اللي هم دايما بيتكلموا فيها ومهتمين بيها، وخصوصا أن تم تداول بعض الأخبار أو الشائعات من خلال بعض وسائل الإعلام المختلفة؟ هو كان الحوار بيدور حوالين الشهيد عليه رحمة الله ومآثره ومناقبه، وإن هم مش متخيلين أبدا ما أشيع عن الشهيد عليه رحمة الله من إشاعات مغرضة حاول المتهمين أن يلصقوها بالشهيد.